بص بقى، انا مش هكلمك عن ازاي تجيب هدايا حلوه. ليه؟ لان الهدايا الحلوه مفيش حد بيتوه عنها، بتبقى معروفه وغاليه وكلنا عارفينها كويس، بس يعني بنستعبط بنستحرم بنسترخص. علشان كده انا النهارده هكلمك في الاهم بقى، هكلمك عن الهدايا الوحشه اللي مهما حصل اوعى تجيبها. مبدئيا كده قاعده عامه، الغرض من الهديه ايه؟ انك تسعد بيها حد، مظبوط؟ تجيب هديه ليه؟ تديها لحد ينبسط كده، قضيت. صحيح. يبقى لما تتنصح وتجيب له بقى هديه كيف تخسر وزنك الزائد باسهل واسرع الطرق، او 75 نصيحه ذهبيه للتخلص من ترهلات البطن والفخاد، ممكن اعرف ده ممكن يسعده ازاي؟ مستحيل. ايه اللي ممكن يفرحه لما يحس انك واخد باله من ترهلاته؟ صحيح. دي شتيمه كده مش هديه. بمناسبه الكتب برضو، بلاش الكتب بتاعه التنميه البشريه اللي هي كيف تعيش سعيدا وتتخلص من الاكتئاب والحزن وتصل للسلام النفسي، او من حرق قطعه الجبن خصتي. مفيش اي داعي انك تفكر حد بتعاسته او فشله او جبنته او فخاده المترهل، مفيش داعي، خليك حسيس. حاجة تانية، بلاش تجيب لحد منتجات أو مستحضرات ليها علاقة بالنظافة الشخصية. ليه بقى؟ ما انت هتجيب شامبو، شاور جيل، صابون معطر، مزيل عرق، حاجات في السكة دي. لا، انت مالك؟ معلش، وانت والدته يعني هتعمل لي فيها ايجابي وعملي وكده؟ لا، ده ما ياكلش، هتطلع برضه بجح بالنسبة له وقليل الذوق وشلحف. اي نعم، مش انت بس اللي شايف انه محتاج يغير ريحته، دي الناس كلها شايفة ان دي هدية ممتازة، بس برضه ما شتمك الا اللي ليفك. اوعى تجيب هدية فواحة، معطر جو، منقي هواء، دي انت كأنك داخل عليه بتقول له كل سنة وانت طيب ريحتكم شربات مع بعض، عارف؟ او الف مبروك عربيتك مكمكمة قوي، فانا قلت انقذ العالم من القرف. خلاص، هاخد الفكرة دي على استقامتها عشان ما رغيش كتير. ركز معايا، مش هنجيب كرسي اللي هو يظبط الكرش ده، مفهوم. مش هنجيب فات بيرنر، مش هنجيب شاي دكتور مينج الصيني الاصلي، بيبقوا مع بعض لانقاص الوزن، فاهم؟ صيني واصلي، كل ده ما ينفعش. وطبعا طبعا مش هنجيب ميزان، لان لو الهدايا اللي فاتت دي كلها هتعذبه لحظه، الميزان هيعذبه لسنين طويله، كل ما هيقف هيشوف ويحزن. فبلاش. الهدايا العمليه بقى بتنفع ومفيده بس ما بتفرحش. علشان تصدقني، يكفي انك تشوف نظره الاحباط على وش واحد بيتقدم له شرابات هديه، مثلا ثلاث شرابات مع بعض، او طقمين غيارات، او كلسونات وبجامه كاستور، هدايا محبطه اللي واخدها ومش عارف يفرح. وبيبقى الاسوأ من نظره الاحباط دي اللي على وشه سؤالك الرخم انت بقى، اللي هو ها عجبتك الفانيلات؟ هتعجبه في ايه الفانيلات دي؟ فانيلات، انت ما تقرصش عليه بقى، انت سيبه خلاص. نصيحه عامه، ما تجيبش حاجه على ذوقك الشخصي قوي، يعني حط في اعتبارك سيكا ذوق الشخص اللي انت هتجيب له هديه. انا مره خالتي جابت لي بيجامه جينز، وقابلتها بعدها في عزومه قالت لي ايه ده انت ليه مش لابس الطقم؟ قلت لها ما انا مش هخرج ببيجامه يعني يا طنط. قالت لي دي مش بيجامه اصلا، وقعدت تاكل فراخ وتعيط. انا ما فهمتش خالص، ما بقتش عارف ليه. الأسوأ بقى من الهدايا العملية إنك تجيب لمراتك هدية جيوفيزيائية، بايوكيميائية، جيلي مهلبية، الحاجات دي. زي إيه مثلا؟ أما تدخل عليها جايب مايكروسكوب، كرة أرضية، قاموس المورد التخين ده، أو بوصلة، طقم براجل ومنقلة، وهي أصلا تكون مثلا بتشتغل حكم كورة، اتش آر، حاجة تانية. المفروض إنها تفرح ببرجل ليه؟ معلش، يعني هتنزل تخمس بيه في الشارع؟ يعني على الأقل حسسني إني جيت في دماغك ثواني كده وأنت بتجيب الهدية، فكرت فيا، خطرت على بالك، شوية اهتمام بشلن. عكس بقى الهدايا العملية، هي الهدايا اللي ملهاش 30 لازمة، والنوع ده بالنسبة لي مستفز جدا. تتحسب عليك هديه، وممكن جدا تبقى غاليه وملهاش اي معنى ولا فايده ولا اي زفت. زي ايه؟ كل الحيوانات الفرو بكل اشكالها والوانها واحجامها، مخيفه جدا، ملمسها سخيف، بتزحم البيت، تحس كده ان انت عندك ضيوف في الاوضه طول الوقت. بس فالنتاين وحبه بتاعه، فالنتاين، ما احنا بسبب الفالنتاين ده ماما مقعده دبدوب كبير على فوتيه في الصالون بقاله 20 سنه، واحمر حاجز كرسي كده، شغلته كلها انه بيلم تراب، وهو عارف، بيعرف نفسه بالطريقه دي. مساء الخير يا فندم، معاك جمال الدبدوب بلم تراب. مساء الخير. لا، والحاجات دي تحس ان هم بيراقبوك طول الوقت، حاسسينك بالتوتر، تلاقي الدبدوب قاعد معوق كده وبصاص لك. هدايا الكلام الفارغ دي في منها كتير بقى، مليين البيت عندي والله. في طبعا العيال الخزف الصغيره زي اللي بتيجي في علب السبوع دي، عاملين اوضاع غريبه كده. عندي كتير بقى، انا بفكر اقفل بيهم البلكونه من الكميه. في الميداليات الخشب اللي محفور عليها اي كلام فارغ، جميله بتعورك وفيها قلب وحرف وسن، مقاطع لك البنطلون، لطيفه قوي، تحفه. كل الكلام ده ابعد عنه، ما تجيبش حاجه خالص اكرم لك. انا عندي والله تجيب الملبس اللي بيبقى في علبه السبوع، وما تجيبش البتاع الخزف العره اللي بيبقى معاه ده. انا لما اتجوزت عمتي جت تبارك لي وجابت لنا زرافتين خشب طوال قوي بالحجم الطبيعي، مش بحجم الخشب الطبيعي، لا بحجم الزرافه الطبيعي، وبرواز كبير مذهب تخين، في صوره منظر شلال بينور ويطفي، وصندوق بيلي. انا لحد النهارده بحاول افهم هي كان قصدها ايه بجد، بالذات الزرافتين الافريقي دول، هل دي رساله مثلا؟ يعني عايزه تقول لي ان انا مطور رقبتها؟ انا مش فاهم. كان عندي خال برضو الله يمسيه بالخير، كان دايما يجيب لي كل سنه في عيد ميلادي شهاده استثمار من الفئه جيم، كل سنه نفس الهديه. الهدايا دي اللي لا عمليه ولا حلوه ولا
مفيدة ولا جميلة ولا أي حاجة، هي أسوأ نوع. لا لا ثواني، في الأسوأ، الهدايا قليلة الذوق. لما تجيب لحد كبير في السن شوية جهاز قياس السكر مثلا، أو جهاز ضغط، أو مشاية غالية وكل حاجة، بس يعني أنت ناقص تجيب له عقد إيجار جديد في مقابر البساتين أحسن. ليه قلة الذوق دي؟ هتقولي أصل ماما عندها السكر وبتحتاج تقيس وكده. لا ولو برضه ما تعملش كده، على الأقل ما تجيبوش هدية، هاتوا بدون مناسبة يا أخي، خلي عندنا تمييز. وفي هدايا كده بتبقى غامضة، تفضل تقلب فيها يمين شمال، أنت بتسأل ايه دي؟ ولا ليها كتالوج ولا كتيب تعليمات ولا اي حاجه. انا حصل لي كده مع صاعق الناموس الكهربائي ده، قعدت اكتشف فيه اسبوعين، كان معاه ورقه مكتوبه بالصيني كده وانا مش فاهم. طبعا الاول افتكرته مضرب سكواش، قعدت يعني استعملته على هذا الاساس فتره، كان ظريف لحد ما لقيت انه بيشتغل بالبطاريات، ففهمت انه جهاز مساج للظهر. عجبني بقى جدا، هو بيوجع بس لظريف يعني، عملت بيه جلسات طويله. فين وفين لما اولاد الحلال فهموني انه بيقتل الناموس، كنت خلاص بتعالج من كهربا زياده في المخ في الفتره دي، بس عملوا لي ارضي وبقيت زي الفل الحمد لله. فيا ريت ما تجيبش دي هدية من غير ما تشرح له دي ايه. اهلا وسهلا.